صباح الخير. كيف شفنا جميع الدرس ديال اليوم وهو الفجل غادي، احنا معروفين كناكلوا الفجل كنديروا مع شويه ديال الملحه ولا شويه ديال الخل وكناكلوا هكا خضر. احسن حاجه هو جاردينير دو ليغوم، يعني كنقبضوا اللوبيا خضر نسلقوها، شويه الجلبانه نسلقوها، شويه ديال اللفت نسلقوه، شويه خيزو كيكون مسلوق، وكنقبضوا حتى هو الفجل كنسلقوه حتى هو بنفس الطريقه، كنسخنوا الماء شويه ديال الملحه كنسلقوه ونحيدوه، ومن بعد ندوزوا كل شيء في شويه الزبده وشويه الملحه الا كان ناقصه الملحه، ومن بعد كنصيفطوه اما مع طاجين نحطوه فوق من الطاجين، وهذا كتسمى اون جاردينير دو ليغوم ولكن بالغادي بالفجل. اذا خصكم تعرفوا بانه الفجل كيتكل طيب وراه لذيذ وبنين. نتمنى لكم شهيه طيبه وتوفقوا في هذه الوصفه، وبالسلامه عليكم.